يمكن احنا عايزين نعرف الدور الاكبر اللي بيقوم بيه القطاع المصرفي. عشان كده هنرحب بالاستاذ محمد الاتربي رئيس مجلس اداره بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، وعايزين نسال ونستفهم من حضرتك يا استاذ محمد، ازاي نزود الاستفاده للشركات الصغيره والمتوسطه ودعم القطاع الخاص عن طريق القطاع المصرفي في تنسيق التعاون في الآليات المطورة في الخطوات أياً كانت أشكال التعاون. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء، معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، السادة الوزراء، السادة الحضور، فرصة طبعاً وأنا موجود هنا كرئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر لازم أوضح أن القطاع المصرفي قطاع قوي، جميع مؤشراته المالية بتعكس متانة المراكز المالية بتاعة القطاع المصرفي. نسبة الربحية في هذا القطاع أعلى بكثير من جميع الدول الأخرى اللي عندها قطاعات مصرفية، عشان كده هو دايما جاذب لبنوك عالمية أنها تخش وتستثمر وتتواجد في السوق المصري. أنا هدي نبذة سريعة، برغم أحداث جائحة كورونا الحكومة مع البنك المركزي عملوا مبادرات كثيرة عشان العجلة تدور. فهدي مقارنة بين 2014 وفي يوليو 2022، احنا كنا في 2014 حجم القروض اللي ممنوحة 590 مليار، احنا النهاردة حجم القروض اللي ممنوحة 3 تريليون و600 مليار جنيه. الودائع كانت 1.4 تريليون جنيه، النهاردة 7.5 تريليون جنيه. في مؤشر بيقيس قوة ومراكز البنوك اللي هو معدل كفاية رأس المال. معدل كفاية رأس المال كان 13.9%، وده يعتبر معدل جيد. النهاردة 20.9%. معدل القروض للودائع كانت في 2014 42%، النهاردة احنا بنتكلم على 48.5. كلمة 48.5 دي معناها ايه؟ ان لسه عندنا سيولة في البنوك ان نقدر نمول المشاريع اللي الصناعات محتاجاها، نقدر نمول مصانع، وبالتالي المصانع دي هتنتج منتج، هتوفر المنتج المستورد، وفي نفس الوقت ممكن تصدره. فاحنا بنخفض حجم الاستيراد وبنزود حجم التصدير، وبالتالي بنخفف العجز في الميزان التجاري اللي هو آفة الدول النامية، والخصوصا اللي هي بتعتمد على الاستيراد. فده نبذة ان البنوك قوية، مراكزها قوية، وعندها القدرة انها تمول المشاريع اللي لها مردود وعائد اقتصادي. لما هنتكلم على اي تنمية اقتصادية بتتم من خلال خطة واهداف محددة بتتناول عملية الاصلاح الاقتصادي، وبتحقق اهداف تنموية مستدامة زي تشغيل، ضمان تشغيل الافراد، زي خلق فرص طبعا، زي معالجة وتخفيض معدلات الفقر. وشركاء النجاح في هذا الموضوع هو مؤسسات التمويل الدولية، وطبعا بشكر معالي الوزيرة على ان هي اللي بتوفر لنا هذا التعاون. المؤسسات التمويل الدولية ايه الفرق بينها وبين مؤسسات البنوك الاخرى؟ انه التمويل تنموي، اسعار فايدة ميسرة، سداد على اجال. فدي بتدي فرصة للبنوك انها اولا بتقوي مراكزها بالعملات الاجنبية، وفي نفس الوقت المشاريع دي بتبقى مشاريع موجهة للتنمية وبتنتقي القطاعات الواعدة اللي هي بتبقى قاطرة للنمو، زي مثلا مجالات الطاقة المتجددة، زي المجالات الزراعية، زي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ودي طبعا عارفين ان دي اكتر جهة بتدعم اقتصاد اي دولة. احنا كانت المبادرات بتاعت الحكومة والبنك المركزي، احنا وصلنا لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 400 مليار جنيه، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دي أكثر تشغيل وظائف، دعم اقتصاد غير رسمي باقتصاد رسمي، وبالتالي كل مؤشراتنا كأجمالي ناتج محلي وكل مؤشراتنا تتحسن، بتنتج منتج بنستبدله بمنتج بيستورد، فبتخفف الضغط على الاحتياطي النقدي وبتخفف الضغط على مواردنا. فهل بس مؤسسات التمويل الدولية بتدي حزم تمويلية فقط؟ لا، ده بتدي دعم فني،
وبتدي بتجهز ورش للعمل لانتقاء ريادة الأعمال وإنفاذ مشاريعهم. المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتدرب أصحاب المشروعات على كيفية تحسين المنتج وتسويقه وبيعه وزيادة معدلات البيع. ده الأهداف. طيب إيه فايدة بخلاف هذا الكلام؟ المؤسسات التمويل الدولية لما بتدي المنح دي أو الحزم التمويلية للبنوك بتبقى فرصة إن البنوك العالمية بتخش تعمل اتفاقات مع بنوكنا المصرية. والميزة في المؤسسة التمويل الدولية إنها بتتابع الفلوس دي توجهت لإيه؟ توجهت للهدف اللي أنشئ من غرضه التسهيل، وبالتالي لما تتأكد إنه توجهت في المسار الصح بتدي منح أكتر وبأسعار فايدة ميسرة، وده بيقوي الموارد بالعملة الأجنبية. أنا سريعاً هدي مثال. ساعة أزمة كوفيد 19 أو جائحة كورونا، إيه المساعدات اللي تمت؟ إحنا على مستوى البنوك حصل دعم من مؤسسات التمويل الدولية بأسعار فايدة مخفضة ولمدد أجال طويلة. أنا هدي نبذة بس عن بنك مصر، حصل له تمويل ب 2 مليار 250 مليون دولار. هذكر من قرض ب 1.4 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، كل ده للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. قرض ب 100 مليون دولار لهيئة التعاون الدولي اليابانية، قرض ب 100 مليون دولار من بنك التنمية والإعمار لدعم أثناء الجائحة، قرض ب 400 مليون دولار من بنك الأفريقي للاستيراد والتصدير دعم أثناء الجائحة، قرض ب 250 مليون دولار لمدة 3 سنوات من بنك التنمية الصيني للدعم أثناء الجائحة. يعني المؤسسات دي ساعدتنا أثناء الجائحة، بالإضافة أن هناك تمويل خاص للمشاريع أو القروض الخضراء. عندنا قرض ب 75 مليون دولار لمدة 10 سنوات من الصندوق التمويلي سند، وقرض ب 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات من بنك التنمية والإعمار الأوروبي موجه لتمويل المشروعات الخضراء. فده فائدة المؤسسات التمويل الدولية، بتبص على تنمية الدولة، ما بتبص على أسعار فايدة مرتفعة زي البنوك التجارية الأخرى اللي هي طبعا هدفها الربح. بنك مصر كان في سنة 2014 حجم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كان 400 مليون جنيه، بنك مصر النهاردة ممول مشاريع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 57 مليار جنيه ل 153 ألف مستفيد. وشكراً، أكتفي بهذا.